صحيح أن تونس قادمة على محطة انتخابية رئاسية كبيرة، وعدد المرشحين فاجئ حتى الشعب التونسي، وإن شاء الله نقوله أنه تونس تتعدى هالمرحلة هذه الجاية بسلم وسلام، وتختار الشعب الرئيس اللي نجم يقدم بالشعب التونسي، مش يرجع بالشعب التونسي للخلف. أما إذا فازت حركة النهضة أو مرشح حركة النهضة بالحكم في تونس فهذا شيء مستبعد شوي، لا أعتقد ذلك. السبب واضح، أن الإخوان المسلمين أو حركة النهضة في تونس لا يملكون جرأة حكم شعب، هم يريدون العيش في الظل، ويعني يريدون أن يكونوا وراء الحاكم يحكمون من الخلف خوفا من الشعب، خوفا من الشعوب. هو راهو شوف، من زمن حسن البنا الإخوان المسلمين في كل بلد حلوا به أو حكموا فيه أو حاولوا يحكموا فيه، أو فهمت اللي أنه تتغير الحياة كاملة في ذلك البلد، سياسيا اقتصاديا أمنيا ثقافيا، فهمت ولا؟ فالاستقرار يبدأ صعب المنال، صعب الوصول للاستقرار في كل المجالات، فهمت؟ فممكن الشعب التونسي ينتبه لهذا الجانب، فهمتي ولا؟ وما خو احتياطاته من الناحية هذه، ممكن حركة النهضة بأنصارها أو نجم تخوض الانتخابات، أما بعامة الشعب صعيب شوي. الشعب الذي أعطاه الحكم قادر على أن يزيحها منه. يعني ممكن أن نعم، الحكم للشعب في كل الأوطان في كل الأقطار، الحكم دائما للشعب، الشعب الذي أعطاه الحكم هو الذي قادر أن يزيحها من الحكم. الحكم في تونس تيته 5 سنوات، في 5 سنوات إن لم تكن منها جدير بذلك الحكم وتقدم للشعب التونسي ما يتمناه ويكون فهم استقرار أمني واستقرار ثقافي واقتصادي، فالشعب الذي أعطاك الحكم أو السلطة قادر على أن يأخذها منك. أو قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.